ليتي السلام عليكم، مرحبا بكم في الرندفة المغربية. يا ربي تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا كيفاش غنخدموا هذا الريس، هذا يد البراد ولا عينو حاجب، كل واحد واش كيسميه. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، يلا نشوفوا كيفاش غنخدموه. وقبل ما نبداو كيف العاده، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي رايكم وتخلوا لي لايك للفيديو، وكنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزويونه وعلى تشجيعاتكم، وكنتمنى نكون في المستوى ونكون الشرح ديالي كيفيدكم. بلا ما نطول عليكم بزاف يلا نبداو. كما كتشوفوا البنات، دابا هذا هو الكميه ديالنا، ياك انا ديجا مكفاه. يعني شفتوا مكفاه على السنتيم، هذا هو الكميه، ياك انا هنا ديجا كففتو على السنتيم، لحقاش الخياط خلي لي غير سنتيم. الا ما كنتيش غتكفي على سنتيم فخاصك يكون معلم ليك، ديجا كيكون الخياط معلم ليك. يعني اما كتكون كيبقى لك غير سنتيم بحال هذا، بحال هكا كتني، شفتي كتبقى لك غير سنتيم. كيكون شفتي الا ما لقيتيش لكم فيه حتى شي تعليمه، يعني ما معلمش من هنا، ما مقطعش بالمقياس شويه من هنا، ولا فيه ستيلو هنا مثلا، ولا فيه من الداخل هنا ستيلو مثلا، فعرفي باللي راه غتني على سنتيم. يعني الخياط مخلي لك سنتيم، اما الا كان غيخلي لك اكثر من سنتيم فكتلقايه اما من هنا كيكون ضارب بالمقص واحد الضربه، يعني حيت بعض المرات كيخليو لنا الطول ديال الكم بزاف، كيكون ضارب بالمقص من هنا، ولا كيكون كيجي حتى الوسط هنا وكيخلي واحد التعليمه بالستيلو، واحد الشريطه بالستيلو. فهنا الا لقيتي ديك الشريطه بالستيلو كتني عليها بحال هكا، ولا لقيتي التعليمه بالمقص من هاد القنت كتني عليها هكا. بيان سير كتلقاي في الكمام بجوج، كيكون معلم الكمام قد 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 هاد الكميه قد لكم الاخر. هنا انا ما مخلي ليا حتى شي تعليمه وما مخلي حتى شي اثار اللي نتني عليه، داكشي علاش تنيت على السنتيم ديالي كما كتشوفوا. دابا غنبداو الدرس ديالنا ان شاء الله. بيان سير ملي كتخدمي راه كتبقاي خدامه، حتى كيبقى غير سنتيم عاد تحبسي، كيبقى غير سنتيم. ومن هنا في البدايه غنثبت نيته، شفتوا هكا. من هنا ملي غادي نبدا كنخلي واحد السنتيم من هنا ونبدا، كتجي هنا كتخلي داك سنتيم، يعني كما قلنا كتجي كتخلي داك سنتيم باش تني، ضروري كتخلي سنتيم، يعني كما هنا كتخلي سنتيم باش تني التنيه ديال الملاقي بهذا الشكل، شفتي يعني باش تني ديك التنيه ديال الملاقيه هكا. يعني كتجي غتخلي سنتيم وتحبسي الخدمه وتني بحال هكا ملي كتبغي ديري الملاقيه، نفس الحاجه عاوتاني كتخلي داك السنتيم عاد كتبداي الدرس ديالك. الا كانت البياسه مونطي يعني ملاقيه فهاد ماشي مشكل، كتبداي من ديبار من الملاقيه كتبداي. يعني كنهضر الا كنت شي مازال ما ملاقيتيش ديك البياسه، مازال كتخدمي في الكم وباقا باقا ما لاقيتيش داك القفطان ولا الجلاب ولا شتي فاش خدامه، ضروري كتخلي سنتيم. المهم كتجي كديري ديك السنينه الاولى، هذا من اسهل انواع الدرس هو هذا، كتجي كديري حداها الدريسه الثانيه، السنينه الثانيه كتجي كتجمعيهم بجوج. هنا كتبقى على حساب الكبر اللي بغيتي انتيا، يعني على حساب يعني بغيتي ديريها كاع صغيره غير قد هكا راه كديريها قد هكا، يعني على حسابك انتيا. بغيتي تزيدي ضربه باش تكبر تزيدي، بغيتي تزيدي مازال جوج ضربات، المهم على حسابك انتيا. يعني اش من درس بغيتي، واش كبير واش متوسط واش صغير هكا، انا غنكتفي غير بهذا القدر، يعني فيها واحد جوج ثلاثة اربعة، اربعة الضريبات هكا. غادي نجي واحد الماس هنا دريات قبل، هنا تقدري ديري الحبكه الا بغيتي، كديري الحبكه عاد كتخدمي عليها، ولا تخدمي بلا حبكه. كتجي هنا كتخلي واحد لي سباس، مثلا كتخلي لي سباس ديال جوج دقات مثلا، ها واحد ها زوج، الثالثه كتشدي فيها. اما لو بغيتي ديري الحبكه لتحت وتخدمي عليها فماشي مشكل، من هي يعني ديري الحبكه، بغيتي تخدمي ديريكت راه كتخدمي ديريكت. ودابا كتجي كتبداي تعمري في هاد
يعني كل واش كيسماك اللي كيسمى يد البراد اللي كيسمى عين وحاجب على حساب كل واحد واش كيسمي هذا النوع ديال الضرس صافي. وكتجي كتبقاي تعمري في هذا الخيط بالحركات تتوصليه للاخر هكا شفتي هذا الشكل. كنتمنى الفيديو يكون واضح والدرس يعجبكم ما تنساوش تخليو لي رايكم في الكومونتير وتخليو لي يجي الفيديو بطبيعه الحال يعجبكم. وكنشكركم على التفاعل وعلى التعليقات ديالكم الزوينين. المهم كنجي دابا عاوتاني غنبدا وحده اخرى بحالها. بالنسبه للمبتدئات انا غنخدم بشويه. كتجي اختي كديري الغرزه الاولى ها هي شفتي كتجي لهذا الخيط هذا ها هو كتخشي كتلوي زوج لويات وكتجري نيشان شفتي بهذا الشكل. من بعد كتجي لهاد العين هذه اللي كتبان لك كديري الخيط هكا كتجي لهاد العين اللي كتبان لك كتخشي اللي برا وكتني ديك الدائره لتحت بهذا الشكل شفتي. عشان نقرب اكثر نشوف لكم غنجي حداها واحد شويه نفس الدقات كنبقى ناخذهم نفس السباس كنبقى ناخذو. كنجي لهاد الخيط هذا غنجي نخشي البرا بين التوب والخيط كنلوي زوج لويات هكا كنعاود نجي لهاد القميقين كنلوي زوج لويات وكنجرني شان شفتي ها هو كديري اصبع لتحت واصبع الفوق وكديري بحال هكا كتزير ليك الدرس ديالك. غنعاود نجي لهاد العين اللي كتبان لك كيبان لكم جوج غنجي لهادي اللي من هنا كديري ديك نصف دائره وكتعاودي ترجعيها بهذا الشكل كتعاودي تجي لهاد العين اللي من هاد الثوب هاد الدائره كيف كديره. غنجي نعاود نشد في الثوب نفس الدائره كنبقى دايره هاديما غنجي نفس الحاجه لهاد الخويط كنلوي واحد زوج كنجر نيشان نجي عاود ثاني لهنا كل عين كندير فيها زوج لويات غنجي العين الثالثه هي كندير هاد القمقوم غندير زوج لويات. هنا الدريات هنا في القمقوم تقدري ديري زوج لويات ولا ثلاثه غير في القميقين ملي تكملي بحال دابا كملت غادي ندير هذيك الحبكه غادي ندير هاد الحبكه هنا هاد القميقين واخا ديري فيه ثلاثه اللويات باش يجيك مقيمقن مزيان يعني ماشي مشكل. كتجي نفس هاد السباس اللي خليتيه هنا هو اللي غتجي غتخليه هنا شفتي ديري العقده كتعاودي تجي لهاد العين راه كتبان لكم هايا هادي كتخشي فيها الابره كديري العقده ديالك كتزيري هكا وكتبداي تعمري. بالنسبه للعماره بالنسبه للمبتدئات كديري هكا كتجي كديري هكا شفتي كتعاودي ترجعي الخيط يعني كديري ديك الحبكه ها شفتي ساهله بزاف كاع كتبقاي ديري في هاد الحبكه حتى كتعمري هاد الخويط اللي عندك. انا كنحاول نخدم بشويه باش يبان لكم هذه الطريقه الاولى للمبتدئات مي انا ما كنخدمش بهذه الطريقه بصراحه لحقاش كنخدم طريقه اخرى باش نزرب بها وكتجيني متقونه اكثر باش تبان لكم الصوره. اشي ما عندك فيه الثقل لي ماشي ما تبقاش تتبان الصوره واضحه مع الكاميرا هكا شفتي كتخلي بحال هكا كتخشي لي برا يعني هذه الطريقه الاولى باش تخدمي هذه الحبكه هذه. غنوريكم الطريقه الثانيه اللي كنخدم بها انا كيخدموا بها حتى المعلمات كنظن. كتجي لهاد الخويط كما قلنا كتلوي زوج لويات وكتجري نيشان شفتي كتعاودي تجي تخلي هذيك الدائره بهذا الشكل كتجي كتخشي لبرا وكتني الخيط لتحت كتعاودي ديري ديك الدائره ها هي كتخشي لبرا في الثوب كتجي لهاد الخويط كديري زوج لويات بهذا الشكل. غنجي عاود لهاد القميقين غنجي لهاد القميقين غندير فيه زوج لويات عاود بنفس الطريقة هكا ها تبداي راجعة ملي كتبداي راجعة ما كتلوي ما والو كديري غير عقدات ها شفتي بقات ليا غير هاد الاخرى وندير ديك الحبكة هكا شفتي ساهلة وكطلع بالزربة ماكسيمو نهار ديري فيها
يدين وقب ولا العنق ديال القفطان. المهم نهار الا كانت يدك ثقيله بزاف ده ديري نهار، الا كانت يدك ثقيله وانت يلاه باديه لهنا هنا هاد الرويس رقدتو خاصكش تخليها وتاني ناعس شويه يجي مبقى يمقن بشي بحال هكا. شفتي هنا البنات كيما كتشوفوا كنجي كنشد هكا، شوف نعاود نجي لهاد العين هادي هكا. لاحظوا معايا البنات انا في بلاصه ما ندير هكا، شفتي هذه اللي كتخدموا بها عاده في بلاصه ما ندير هكا، كتجي كديري واحد الطريقه اخرى كتجيك ساهله وزوينه وكتقول لي كثر. هي كتشدي الخيط بهذا الشكل، كتخشي الابره من هنا، كتحطي الابره على الخيط كتلوي وكتجري هي ما هي. شفتها ها هانتي لاحظي معايا، غنخشي الابره غنحطها على الخيط نلويها بحال هكا ونجر. ها هذه ساهله كتزربي بيها، كتزربي بيها بزاف وكتجيك على يدك حسن من الاخرى. المهم انا كنفضل هذه الطريقه، جربوها الا عجباتكم خدموا بها. ها نعاود معكم باش غير تصحوا الصوره مزيان هكا. شفتي ساهله، كتجي تخشي البره من هنا كتحطيها هكا وكتلوي. ها وبينصيغ هذا هذا كتبدي وحده على وحده. بالنسبه للخيط البنات انا خدامه بالخيط على ثلاثه، هنا تقدري تخدمي بالخيط على زوج ولا على ثلاثه، المهم على حسابك انتيا. صافي بنفس الطريقه كتكملي بها بحال بحال الاخرى، غير هذه كتجيني انا سهل وكتجيني كتقن كثر. دابا غنجي كتجي كتجدي هنا، شفتي هاد الضربه ما تجيش تشدي حداها لا، كتجي هذيك الضربه فين شاده المره الاولى هي نفس هذيك الغرزه كتعاودي تخشي فيها بحال عين وحده، غرزه وحده كديري فيها جوج دقات. شفتي ملي كتكملي ضروري ملي كتكملوا البنات كديري بحال هكا لابد. نقول لكم علاش، المهم كنحاول نعطيكم حتى النصائح اللي تخدموا بها، يعني شفتي كيف تقاد الدرس ملي كديري لي بحال هكا ضروري مهما كان الدرس ديالك زوين ومقاد ضروري جري بحال هكا. عرفتي علاش؟ حيت ملي غادا تصلحيه دابا نقول لك اي راندا ولا درس ولا اي حاجه ملي كيتصلح راه ديك الفورمه اللي كيتشد ملي كيتصلح راه كيبقى شادها ديما، ما عمرو غيتبدل ديك الفورمه. داكشي علاش ملي كديري لي بحال هكا وكتقوسيه ملي غادي يتصلح غيبقى لك بهذا الفورمه انه هكا مقيوس. الا خليتي غير بحال هكا مثلا خليتي بحال هكا لابد وتصلح بحال هكا غيبقى ديما لك لابد هكا. داكشي علاش اي درس ملي تكملي منه قادي لي الفورمه ديالو الاصليه جري بيدك بحال هكا باش يجيك مقاد. المهم هذه غير نصيحه وصافي نتوما تعرفوا. كتجي عاود بنفس الطريقه غادي نكمل حتى نكمل الدرس ديالي. شفتوا كيف ساهل ها، يعني ملي كنكون غاده كنجي لهاد الخويط كنخشي فيه البره كنلوي زوج لويات هكا. ملي كتكوني راجعه لاحظي معايا هانتي ملي كتكوني راجعه كديري الخيط هكا كتجي الوسط هاد، يعني كيكونوا عندك جوج عيون راه كيبانوا ليك كتجي الوسط وحده فيهم. لا عفوا كديري الخيط هكا، سمحوا لي كديري الخيط هكا نسيت كتحب لي كندير في الحبكه. كديري الخيط هكا كتجي الوسط هاد جوج عوينات اللي كيبانوا لكم كتاخدي هاد الثانيه كتخشي الخيط شفتي كديري هاد الرويس. غنجي عاوتاني نديرو نفس الحاجه شتي الخيط كيفاش دايره. ملي كنكون غاده طالعه كندير الخيط هاد، ملي كنكون نازله كندير ليه هكا بهذا الشكل. هنا الخيط سالا ليا غادي ندربو باش ناخد خيط اخر باش نخدم به. المهم انا غناخد خيط اخر عادي. كتجي حداه كتشدي في التوب كديري ديك الخرصه وكتبداي خدامه عاود بهذا الشكل بنفس الطريقه. وعادي غادي نكمل عاوتاني بنفس الطريقه حتى غنبقى غاده هكا حتى نكمل الدرس ديالي. هنا قلت لكم البنات تقدري ديري درس كبر من هذا،
يعني في بلاصه ما دابا نرجع ملي غنرجع ندير الحبكه ما نديرش الحبكه ننزل مثلا دابا انا خاصني ندير هذيك الحبيكه هكا ما نديرهاش ننزل ونعاود نطلع وعاد ندير هذه الحبكه يعني الا بغيتي ديري الدرس كبر من هكا عادي كل كيبغي الدريس كبير كل كيبغي مايان قد هكا كل كيبغي الدريس غير صغير يعني داكشي كيبقى على الاختيار ديال بنادم بالنسبه للخدمه ها كيفاش قلت لكم هكا كتجي كتشدي بهذا الشكل خير كتخشي الابره لتحت كتلوي وكتزايري الشي هكا هذه راه طريقه احترافيه وطريقه زوينه باش تخدمي بها هذه القضيه هذه احسن من هذيك الحبكه ديال الخاويه في عامره اللي كنخدموا بها الاولى اللي خدمنا بها هذه احسن ليك هذه كتعاونك باش تجيك خدمه متقونه وحتى كتزربي بها يعني كتجيك على يدك وكتزربي بها فمن الاحسن الا تعلمتوا هذه الطريقه هذه راه احسن حاجه ليكم هي راه يدك ولا تعود في الاول تقدر تجيك صعيبه تقدر ولكن لا لا تنقى التليفون تقدر تجيك صعيبه ولكن كلشي كيكون في الاول كيبان لينا صعيب ولكن من بعد ملي كنبداو خدامين كتلقاي كلشي ساهل غير هذاك التخوف المره الاولى اللي كيكون خالعنا يعني غير قبل ما تتعلمي راه كتقولي قبل ما تتعلمي كتقولي شفتي ضروري ديروا لهم بحال هكا واخا يكونوا مقاد الدرس ديالك في اي درس اي درس واخا يكون مجيب مقاد ضروري قاد ليه ديك الفورمه ديالو باش حتى كان زوين يزيد زيان كثار كان عواج يتقاد باش ملي تصلح يبقى شاد لك ديك الفورمه كما قلت لكم البنات راه غير قبل ما تتعلموا الرندره كانت كتجيك شي حاجه صعيبه ولكن تعلمتي لك تلقاي راسك ملي كتبداي تخدمي راه ساهله راه ما كانت كتجيك صعيبه وصافي غير من بعيد كتقولي كيفاش ديري هادشي داكشي علاش دائما بنادم عمرو يقول هذه صعيبه عليا ولا لا ما نقدرش نشد هاد البياس هاد الموديل صعيب لا حاجه ما صعيبه ديما حاولي تقلبي راه في يوتيوب كلشي كيتشرح الا ما لقيتيش في يوتيوب فكري بدماغك بعقلك كيفاش تقدر غتكون دايره ليها هذاك الموديل كيفاش غيكون مخدوم فكري من الاساس كيفاش فين غيكونوا دايرين الضربه يعني حاول بنادم يجيب شويه من دماغه باش يقدر يزيد ويكمل ويخدم كاع لي موديل وما تغلبو حتى شي حاجه ويعطي في الراندا يعني ما عمر بنادم يقول هذيك صعيبه عليا هذه لا ما نقدرش عليها حيت والله كنلقى معلمات بصح معلمات اللي عندهم كليان ديال بصح يعني عندهم الكليان وهذا وكنلقى شي موديل اقسم بالله حتى كيجيبوا لي انا نخدموا ليهم لحقاش كيجيهم صعيب ولا ما كيعرفوش ليه وحيفيات معلمات وقدامات وعندهم كليان وكيجيبوا لي شي موديل كيجيهم يعني كيجيهم صعب كيجيبوا لي انا نخدموا ليهم ولا شي رشامي كيجيبوا لي انا نطراسي ليهم هي راه بنادم ماشي ما كيعرفش غير كيكون كتبان لي واحد الحاجه كيقول لها صعيبه ما نعرفش ليها وهي ما كايناش حاجه صعيبه كاينه واحد الحاجه بانت لي صعيبه نحاول معاها غتحاولي معاها صافي غتفهميها في اي حاجه في اي مجال في هذه الدنيا في اي مجال في خدمه في قرايه في اي حاجه في اي دومين ما كايناش حاجه سميتها صعيبه كاين واحد الحاجه كنشوفوها اول مره ضروري غتجيك صعيبه مي من بعد ملي كديري ديك المحاوله وكتبداي تقلبي وكيفاش داروا ليها منين صعيبه وهذا وكتحط تفكري بدماغك صافي راه كتجيك سهله المهم بلا ما نطول عليكم البنات غادي نخدم شويه ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش غايش هكا
وهذا هو الشكل النهائي البنات. شوفوا ها هو كيف جا. بالنسبه هنا راه كتخليو غير سنتيم، وفي البديه عاود هنا في البديه او ثاني كتخليو سنتيم شي. وهذا هو الدريس ديالنا، كنتمنى يعجبكم والدرس والشرح يكون واضح، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.